ايه هي اقسام كليه الشريعه والقانون؟ طبعا قسم القانون وهو بيتم فيه تدريس العلوم القانونيه مثل المواد التي يتم تدريسها في كليه الحقوق زي القانون الجنائي والقانون المدني، القانون العام والقانون الدولي وغيره من المواد اللي بيتم تدريسها في كليه الحقوق في الجامعات المصريه. وبتختلف ان الطلاب اللي بيدرسوا القانون في كليه الشريعه والقانون عن طلاب في اي جامعه تانيه اللي بتدرس قانون انه بيقوم ايضا بدراسه المواد الدينيه زي الفقه في القران الكريم واصول الفقه الى جانب دراسات من المواد القانونيه، مما يجعل خريج كليه الشريعه والقانون شعبه القانون يصلحون لممارسه وظيفه التدريس او فكره الامامه المساجد والامور الدينيه والمأذون الشرعي. مواد التدريس الخاصة بالشريعة والقانون بيدرس في الفرقة الأولى مواد تؤهله وبتساعده على إكمال الدراسة في السنوات القادمة زي المواد الخاصة بالإجرام والعقاب في القضايا الفقهية المعاصرة وتاريخ التشريع واللغة الإنجليزية والفقه وأصول الفقه وغيرها من المواد اللي بتساعدهم وتمهد لهم إكمال الدراسة في هذا القسم. مجالات العمل ممكن تشتغل في المصالح الحكومية أو في المحاماة أو الدخول في السلك القضائي، وممكن أيضا تشتغل في تدريس المواد الشرعية أو إمامة المساجد أو الأمور الدينية أو في مصلحة الضرائب. قسم الشريعة الإسلامية من الأقسام الأساسية في كلية الشريعة والقانون، وبيقوم فيه الطالب بدراسة العلوم الشرعية زي علم العقيدة والحديث. مواد الدراسة بيدرس فيها 4 مواد رئيسية هي مواد القرآن الكريم والفقه وأصول الفقه والفقه المقارن. أيضا بيقوم بدراسة المذاهب الإسلامية 4، بالإضافة إلى أنه بيدرس مواد الإنجليزية واللغة العربية ومواد العقيدة الإسلامية وتاريخ التشريع اللي بتمهد له في الدراسة القادمة. ممكن يشتغل ده خريج قسم الشريعة الإسلامية في وزارة الأوقاف أو القيام بتدريس المواد الشرعية في المعاهد والمدارس أو العمل كمأذون شرعي. أيضا هناك قسم القانون باللغة الإنجليزية وبيتم تدريسه نفس مواد القانون ولكن بمواد اللغة الإنجليزية ومدة الدراسة 5 سنوات، ويجب ألا تقل درجة الطالب عن 85% حتى يتم قبوله في هذا القسم. مجالات العمل لخريج كلية الشريعة والقانون، الطلاب الأزهريين يلتحق بكلية الشريعة لحصول على الثانوية الأزهرية ويعمل في العديد من المجالات. كذلك ممكن ان هو يمكن لخريج كلية العمل كمأذون شرعي والعمل كإمام وخطيب في وزارة الأوقاف أو كمدرس لمواد الشريعة والقانون لطلاب الأزهر في مختلف المراحل الدراسية. وبكده يكون بالنسبة لك هذا الرد، وأنا نصيحتي انه يكون عندك بالنسبة لك اهتمام. لو انت مهتم بمجال الشريعه انت تشوف انت حابب تشتغل في الامور الدينيه ولا بصراحه حابب تشتغل في الامور القانونيه كمحامي وكده. الحسم ده من البدايه هو اللي هيساعدك على هذا الموضوع. شوف وقرر وحدد وجرب قبل ما تقرر انت هتعمل ايه، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير وبالتوفيق.